تعمل كلية الإنسان كالمرشحات التي تتخلص من كل الأشياء التي لا تريدها في جسمك، مثل السموم والسوائل الزائدة، وتحافظ أيضاً على مستويات البوتاسيوم والصوديوم، وفي الكثير من الأحيان يتم إرهاقهما. وما يزيد الأمور سوءاً هي عادات الأكل السيئة. وذكر موقع سينت أن شخصاً من كل 7 بالغين أمريكيين تقريباً يعاني من أمراض الكلى المزمنة، التي يمكن أن تسبب تراكم الفضلات والسوائل في الجسم. والأسوأ من ذلك أن معظم المصابين بمرض الكلى المزمن لا يعرفون أنهم مصابون به. لحسن الحظ، فإن اتباع نمط حياة صحي وتناول الأطعمة المفيدة للكلى يساعد في الحفاظ على صحتها وحمايتها من الأمراض المزمنة. إليكم في هذا الفيديو المقدم من قناة عدسة 12 نوعاً من الغذاء مفيد لصحة الكلى. أولاً، الأسماك الدهنية. توفر الأسماك البروتين، وعندما تختار الأسماك الدهنية مثل التونة أو السلمون فإنك تحصل أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية. وفقاً لمؤسسة الكلى الوطنية، قد تساعد دهون أوميجا 3 في تقليل مستويات الدهون في الدم، وقد تؤدي أيضاً إلى خفض ضغط الدم. إذا كنت مصاباً بمرض الكلى المزمن فقد تحتاج إلى مراقبة مستويات الفوسفور والبوتاسيوم في الأسماك التي تختارها. الفلفل الحلو. الفلفل الحلو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الجيدة مع مستويات منخفضة من البوتاسيوم. يشكل الفلفل الحلو مصدراً مهماً لفيتامينات B6 وB9 وكي وسي، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة. الخضر الورقية الداكنة. هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتحول إلى الخضر الورقية الداكنة، مثل السبانخ أو اللفت، كونها توفر العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى فوائد تقوية المناعة. في الوقت نفسه، من المهم أن تتخذ حذرك، إذ تحتوي هذه الخضروات على كمية من البوتاسيوم. إذا كنت مصاباً بمرض الكلى المزمن، فتحدث إلى طبيبك قبل إضافة المزيد منها إلى نظامك الغذائي. زيت الزيتون. زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، ويمكن أن يعزز صحتك العامة. وجد أن زيت الزيتون قد يخفض مستويات الكوليسترول، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وبعض أنواع السرطان. علاوة على كل هذا، يمكن أن يساعدك على إضافة نكهة إلى الأطباق دون اللجوء إلى الملح أو الزبدة. للحصول على المزيد من مضادات الأكسدة، اختر زيت الزيتون البكر أو البكر الممتاز غير المكرر أو المعصور على البارد. الثوم. يحتوي الثوم أيضا على عنصر يسمى أليسين، التي تعمل على المساعدة في حماية صحة الكلى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن. الثوم غني بمضادات الأكسدة ومقاوم للالتهابات. البصل. البصل يمنحك طريقة أخرى ممتازة وخالية من الملح لإضافة النكهة، ويوفر عناصر غذائية مهمة مثل فيتامينات B6 وC والمنغنيز والنحاس، كما أنه يحتوي على كريستين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعد جسمك على محاربة السرطان، ومركبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب. القرنبيط. القرنبيط غني بالكثير من الفيتامينات مثل C وB6 وB9 وK جنبا إلى جنب مع الألياف. يحتوي كذلك على مركبات يمكن لجسمك استخدامها لتحييد بعض السموم، والتي تساعد عندما لا تقوم الكليتان بأفضل عمل بالترشيح. يذكر كذلك أن القرنبيط يحتوي على بعض البوتاسيوم والفوسفور، لذا على المصابين بأمراض الكلى المزمنة التخفيف من تناوله. بياض البيض. يوصي بتناول بياض البيض على وجه التحديد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. يساعد بياض البيض بزيادة مستويات البروتين التي يمكن أن تكون مهمة في المرحلة اللاحقة من مرض الكلى المزمن، خاصة إذا كنت تستخدم غسيل الكلى. التفاح. يحتوي التفاح على الكريستين والألياف المقاومة للسرطان،
والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. التفاح أيضا غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة الكلى. التوت البري. يساعد التوت البري على منع التهابات المسالك البولية التي تبقى عادة في المثانة، لكن يمكنها أن تنتقل إلى الكليتين، مما يزيد من تأزم مشاكل الكلى. لحسن الحظ يمكن أن يساعدك تناول التوت البري بانتظام على تجنب هذا الموقف غير المرغوب فيه، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب. التوت البري يمكن أن يعزز كذلك صحة القلب والجهاز الهضمي. التوت الأزرق. عند التفكير في ما هي الأطعمة التي تساعد في صحة الكلى، فإن التوت الأزرق يأتي في المقدمة. مع وجود مستويات عالية من مضادات الأكسدة وكميات كبيرة من فيتامين سي والألياف، التوت الأزرق يساعد كذلك في تقليل الالتهاب ودعم صحة العظام، وعكس بعض المشكلات التي يمكن أن تأتي مع مرض الكلى المزمن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم من قناة عدسة. لا تنسوا دعمنا كالعادة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. دمتم في صحة جيدة، في أمان الله، وإلى اللقاء.